يلا شباب هنكمل مع بعض. اخر نقطتين هنقول دول بس، والباقي ده الاتنين دول هنقولهم بعدين ايه في الدروس اللي هي اللي بعد كده ان شاء الله، عشان دول برضو ايه مهمين. بعدين هنقول دول في الاخر خالص، لان دول مش هيهمكوا اصلا خالص دلوقتي. اللي هيهمكوا الاتنين دول دلوقتي، الريفيو والفيو. الريفيو في حاجة اسمها السبيلنج جرامر، لما انت بتيجي تكتب حاجة معينة بالانجليش السبيلنج جرامر الخاص جوه البرنامج هو اللي ايه بيظبطها لك، بتلاقي في خط كده ايه مكتوب، فاهمني؟ يعني مثلا بنكتب، طبعا نكبر الخط، طبعا احنا عارفين هنكبرها ازاي كده اهو. طيب هنكتب الاول مثلا كده، ما علينا. بص شايف الخط ده، تعمل عليه كليك يمين بيجيب لك الصح. طبعا هو بيقول لك ايه، يعني انا بعد ما كتبت المفروض اعمل انتر مثلا، او مسافة تقريبا كده، اظبط لي ايه المسافة دي. طيب انا عايز اظبطها بالسبرينج اللي كان موجود الاول. ويلكم، اهي شايفين بيقول لي لازم اول حرف طبعا ايه كابيتال. خلاص طيب ويلكم، هنعمل دي مثلا اي، معرفش دي كلمه موجوده اصلا ولا لا. شايفين الخط الاحمر ده، ده معناه ان الكلمه دي مكتوبه غلط. يعني هو بيقول لك لا انت تقصد ايه بالكلمه دي، قصدك الويلكم دي ولا الكلمتين التانيين دول؟ لا انا قصدي ويلكم. يعني ايه هو بيراجعك، يعني ميزه الوورد ان هو بايه الاوبشن اللي موجود ده بيعمل لك عمليه مراجعه، بتقعد تراجع على الكتابه تاني. لو تحتها خط احمر تبقى فاهم على طول ان هو الكلمه ايه في حرف مكتوب غلط، فانت بتقف عليها كليك يمين وهو بيظبطها له. لو خط اللي هو اللبني العادي اللي هو الكلمه اول حرف كابيتال عايزك تعملها كابيتال كده يعني. طبعا الديفايند والجزء ده احنا ملناش دعوة بيه خالص، احنا خلينا بس ايه في الحاجات المهمة دي. الاوبشن ده بيعدلك في كام صفحة موجودة انت فاتحها، في كام كلمة انت كاتبها، في كام نو سبيس موجود، في كام بالسبيس، تفهم القصد ايه، الباراجراف، كام خط، وهكذا بقى. طيب في ترجمة طبعا موجودة عندك ايه، هتعمل ترجمة من إلى، عايز الترجمة لإيه، للعربي ولا للإنجليزي ولا الفرنساوي. وهنا اللغة اللي أنت بتختارها اللي هي بتبقى أوتوماتيك قدامك هنا أصلا موجودة. وإيه كمان هو ده بس إيه اللي يهمنا، إيه الأربعة دول. تعالى بقى نخش على الفيو. الفيو في حاجة هنا اسمها طريقة القراية، يعني مثلا أكني إيه أقرأ كتاب، فهو فاتحه لي بالشكل الجميل ده كده. وبلاي هو بيقلب، أنا بص شايفين دي بقلب صفحة أكنه زي كتاب بالظبط، شايفين؟ طيب عايز أرجع للمود بتاع العادي، أقوم دايس تحت هنا كده، أقوم دايس هنا كده. ده وضع البرنت لاي اوت، يعني ده الوضع اللي انا بعد ما اخلص كتابه ده الوضع اللي انا هطبع بيه. الوضع التاني اللي هو ويب لي اوت، طريقة كأني انا فاتح صفحة ويب، ده الشكل بتاع الصفحة بتاعتي بتاعت الويب اللي هو الموقع الالكتروني يعني. ده شكل، هو عامل تاني برنت لي اوت من هنا او من تحت هنا، والتلات اختيارات تحت اصلا موجودين اهو. تمام، اوت لاين، اوت لاين زي ما انتوا شايفين كده، ده اوبشن برضو موجود. والدرافت اكني بكتب حاجة ايه مذكرة كده ولا اي حاجة بكتبها، او بعمل مناقشة يعني، بظبط مثلا معادلة، بظبط مسألة كده في الهواء، ده عاملة زي الهامش كده يعني. طيب الخيار ده بقى اللي هو اسمه شو، اللي هو المسطرة، الجريد لاين اللي هو الجزء ده
اللي انا هكتب جواه بس ما مش هطلع بره، واللي بره ده اسمه ايه؟ المرجي. ده الجزء طبعا اللي هو بتاع السيرش، انا بكتب اي حاجة عشان تظهر لي هنا. تعالى نكتب كلمة ويلكم اللي احنا كنا كاتبينها، ويلكم. بص جابها لي دايركت، لو كان في كلمة ويلكم تاني هجيبها لي برضو. تعالى نعمل كوبي كده الكلمة دي، نحطها مثلا هنا. تعالى نطلع هنا فوق، وهكذا. بس شايفين؟ تمام. يقول لك انت عندك كام صفحة بتبحث فيها؟ 4 صفحات، وضيف الصفحة رقم 4. تفهمين؟ تمام. هي خلاص، بس شايفين اتسرقت، شالت الزوم طبعا، معروف طبعا الزوم، انا بعمل زوم على الصفحة من تحت هنا اهو، شوف شايفين؟ طيب ده الزوم اللي هو 100% ده، اللي هو اللي المقاس بتاعي. انا عايز العرض عندي صفحة واحدة ولا صفحتين او كذا صفحة، او بالعرض ملي الشاشة اللي عندي. تمام. هنا في لو فاتح كذا وورد، بيبقى انا بختار واحدة منهم او بحطهم تحت بعض كده، بنقل حاجة او بقطع الورقة اللي قدامي دي كده، ايه شايفينها؟ بقطعها نصين بس. هو ده ايه الورد بتاعنا، وهنبتدي ان شاء الله في الحصة الجاية بقى ايه، نعمل CV كده حلو مع بعض، ونعمل حاجات تانية نستفيد منها. سلام.